الضغوطات ديالو، كاين اللي عنده مع الوقت، كاين اللي عنده مع العائله ديالو، مع الوالدين ديالو، مع قرايتو، كاين اللي عنده مع راسو، كاين ضغوطات ماليه كذلك، يعني مجموعه ديال الضغوطات والتحديات اللي كتاثر في الواحد. ولكن الحمد لله كاين اساليب اللي هي فعاله، واحد الطرق اللي بسيطه اللي كتعاون اي شخص باش يتغلب على هاد التحديات. قبل ما غادي نقول لكم شنو هاد الاساليب، خص هاد الشخص اللي عنده هاد لو ستريس يشوف، يكون عنده جوج الوعي ديال بجوج الحوايج. الحاجه الاولى هو يكون عنده الادراك. شنو هو الادراك؟ هو الوعي، هو 50% من التغيير، هو انا عارف شنو هي الحاجه اللي كتستريسيني وكتعصبني. الحاجه الثانيه هي يكون عنده التقبل. شنو ما كان ظروفك، شنو ما كانت لا سيتوياسيون ديالك، شنو ما كانت الحاله اللي عايشها في هذه اللحظه، خاصك تقبلها. فاش كتقبلها كيكون واحد التسليم، تيكون واحد الرضا، واحد الهدوء، واحد السكينه داخليه. ديك الساعه عادي يمكن لك تقلب على الاساليب اللي غادي تعاونك. نهضر لكم على الاساليب شنو هي. بالنسبه للاساليب فهي طرق بسيطه كيف ما قلت في الاول، ولكن النتائج ديالها رائعه جدا الى الواحد تبعها وعرف كيفاش يخدمها. علاش رائعه جدا؟ مجموعه ديال الاطباء وديال العلماء الباحثين داروا مجموعه ديال الاحصائيات والدراسات، لقاو بان الناس اللي ناعسين في المستشفيات والناس اللي عندهم امراض عضويه، فالسبب ديالها تيرجع دائما نفسي. شنو هو هذا النفسي؟ اما رفض الماضي، ما متقبلوش وما متقبلش الواقع اللي عايش فيه في هذه اللحظه، ولا خايف من شي حاجه اللي سميتها المستقبل، شوف واش غطرى ولا ما غاديش طرى. واكيد ان داكشي كامل اللي كيخاف منه الواحد فراه ما كيطرالوش، مجرد فكره تيكبرها وتعطيها واحد الوعي كبير تتولي هي اللي خالعه. فبالنسبه للاساليب شنو هي؟ اول حاجه تنصحكم بها هي الفياق بكري. قالوا كاملين جدودنا بان الفياق بكري بالذهب مشري. فاش كنفيق بكري ف كنضرب بزاف ديال العصافير بالحجره. بزاف ديال الناس عرفوا دابا الطاقه اللي كتكون في الصباح مع الفجر، يعني واحد الطاقه رهيبه كتقدر تشحن لك الجسم ديالك كله بواحد الانرجي زوينه. حاجه اخرى نهضر عليها بالنسبه للفياق بكري هي فاش كتفيق بكري، كاين الناس دوك الناس اللي كيهضروا على لو ستريس ديال الوقت، فيمكن لي الا فقت واحد ساعتين قبل من الوقت غنقضي فيها بزاف ديال الحوايج اللي هما صعاب عندي في نهاري، غنصبق بهم قبل ما غادي يفيقوا الناس اللي معايا في الدار، قبل ما غادي نبدا نهاري وغادي نمشي لخدمتي. دوك الناس يدوزوا يلا نص نهار، انا راه دوزت نهار. وفاش غادي نجي نعس في الليل وغادي نرتاح، غادي نقول انا جوتي فيغ دو موا، انا الحمد لله درت ها شنو درت وشنو درت وشنو درت. النقطة الثانية هي نجلس مع راسي، نعطي وقت لراسي، نعطي خلوة مع راسي. هنا فاش نقول لكم خلوة مع راسك، ماشي تنقول لك لا ما خصكش تكون سوسيال، ماشي اجتماعي ولا حدودي، لا، باش ننجحوا في حياتنا ضروري من العلاقات الاجتماعية. ولكن حدودي هي غادي نجلس غنتكونسونطرا على راسي، شنو باغا، فين باغا نوصل، نركز على داكشي كامل اللي كنبغي له نوصل عليه بحال واحد الشعاع ديال الليزر، اكيد غادي نوصل له. حاجه اخرى هي لونطوراج ديالي، خصو يكون ضروري ناس ايجابيين اللي دايرين بيا، الناس اللي كيشجعوني، الناس اللي مزيان غتقولوا لي كاين منكم اللي غادي يقول لي وا كاين اللي معنا في الدار ماشي ايجابي. كاين دي استراتيجي كنخدموا عليهم باش انت ما غاديش تقول كلشي لدوك الناس اللي معاك في الدار، لا، ولكن راك غادي تعرف كيفاش تتعامل معاهم، وغتعرف كيفاش تعيش حياتك الخاصه وكيفاش توصل داك السلام الداخلي. ايضا كلشي كيعرف ممارسه الرياضه، فمن الاشياء اللي ضروريه ومهمه بزاف 30 دقيقه كل يوم، فكون متاكد انها غادي تنظفك تنظيف كامل وغادي تشحنك. وماشي ضروري انصار دو سبور، خاص ولو نديرو المشي، فهذا الشيء كامل مهم. كذلك واحد النقطه مهمه هي الفضفاضه. بزاف ديال الناس كيجيو عندي للبيرو كتلقاه كان خصو غير بعملي يهضر، غير بعملي يتفاجأ. فهنا كيكون الدور ديال الصديق الوفي، صديق الوافي، ولا الدور ديال مدرب، كوتش، ولا بسيكولوج، سيكياتر، يعني شي شخص اللي غادي يعاونني في هاد المحنه ديالي. اون فوا المشكل ديالي كنبارطاجيه مع شي حد، فداك الحجم ديالو ما تيبقاش كبير، كيبانوا لك الحلول، كيبانوا لك واحد الاستراتيجي اللي كتمشي عليهم. كذلك من الاشياء اللي ولات الحمد لله عطيه واحد الصدى طيب، وهو العلاج بالطاقه اللي غنهضر عليه هاد النهار، وهو العلاج بالطاقه وطاقه البرانا اللي هي طاقه الحياه. فهو علاج طبيعي قديم، الاصل ديالو هندي وبدون لمس، ف
فكنا كنعرفوا بان واحد الحاجه مهمه نقولها لكم، العلاج بالطاقه راه يكمل الطب الحديث، راه ما كنستغناوش على الطبيب، ضروري من الطبيب، ولكن العلاج بالطاقه فهو مكمل. فكيف ما كاين الجسم المادي اللي كنا كنعرفوه عندنا كاملين، كاين واحد الاجسام اخرى، واليوم نهضر لكم على الجسم الطاقي اللي هو الجسم الاثيري. هذا الجسم الطاقي فيه هاله تيكون محيط بينا، وكيكون فيه مجموعه ديال المصادر ديال الطاقه اللي هما كنسميهم لي شاكرا. كاين التاج عندها علاقتها بالروحانيات بالله سبحانه وتعالى، عندنا هنا جبهة اللي علاقتها بالبصيرة وبالذكاء، عندنا العين الثالثة لجنة اللي هي عندها علاقة بالثقة في النفس، الإرادة هو لو شاكرا ميتر ديال لو كور كامل كيتحكم فيه. عندنا كذلك القلب الأمامي والقلب الخلفي، هاد لي شاكرا كيفاش خارجين؟ خارجين بحال واحد العمود صغير وهما واحد الدائره، والحمد لله دابا راه ولا الوعي على لي شاكرا. فشاكرا القلب عندها علاقه بحب الذات، حب الناس، مساعده الناس، شحال ما كانت شاكرا القلب الخلفيه كبيره، شحال ما كان داك الانسان معطاء والناس كيبغيوه. كذلك عندنا هنايا الضفيره الشمسيه عندنا الاماميه وعندنا الخلفيه. فهنا فاش اي واحد كيوصل كيتعصب كيوصل التحديات كيوصل لو ستريس، شنو كيعمر؟ اوتوماتيكمون كتعمر هاد الشاكرا هادي. واش كاين الناس اللي تيقول لك عندي مصارم كيضروني، فم المعده كنحس به فيه شي عقده، فاي حاجه سلبيه كتمشي لهاد لي شاكرا. كاين عندنا شاكرا السره، حتى هي عندها علاقه، وواحد النقطه مهمه ان هاد لي شاكرا كاملين عندهم علاقه بلي زورغان ديال الجسم كامل. دونك عندنا شاكرا السرة عندها علاقة بالمعدة بالبنكرياس بجميع الحوايج اللي عندنا لداخل المصارم، كذلك الأمعاء. عندنا شاكرا دو سيكس، حتى هي شاكرا دو سيكس ماشي عندهاش علاقة بكل ما هو جنسي، لا عندها علاقة بالإبداع، عندها علاقة بزاف ديال الأمور. وعندنا واحد الشاكرا اللي سميتها القاعدة في المؤخرة ديال العمود الفقري، هاد الشاكرا عندها علاقة بالعمود الفقري بالعظام ديال الجسم ديالنا، عندها علاقة بالتجدر مع الأرض، حب الحياة، عندها علاقة بالوفرة، عندها علاقة بزاف ديال الأمور. فهاد لي شاكرا كيفاش كيخدمو؟ تيخدمو مع عقارب الساعة ضد عقارب الساعة بهاد الطريقة هادي. فوقاش يكون الخلل؟ تيكون الخلل فاش الشاكرا ما كتخدمش مزيان بقوه لينيرجي نيجاتيف اللي كتمشي كتعمر فيها، ولا بارفو شنو كنلقاو لو فيد في داك الشاكرا. فهنا كيجي دور المعالج. المعالج اللي هنا نقطه رئيسيه بغيت نهضر لكم عليها، فهو قناه عند الله سبحانه وتعالى. يعني المعالج خصو يكون خادم على راسو مزيان، داير خدمته باش يعرف كيف يشحن، يعرف شنو يشحن، يعرف يعطي الطاقه الايجابيه اللي بيور اللي عند الله سبحانه وتعالى. وبغيت باش نختم غادي نقول لكم واحد الحاجه مهمه، عرفوا بان طاقتك راه هي راس مالك. وكاينه واحد المعادله الحمد لله في ديننا اللي رائعه، انا عند ظن عبدي بي ان ظن بي خيرا فله وان ظن بي شرا فله، فليظن بي ما يشاء. صافي سالينا، بغيتي الخير غادي يجيك الخير، بغيتي الشر غادي تبقى غادي وكطيح في المشاكل وكتقول مالي. هذه هي الحياه، والحياه زوينه نستافدوا منها، وان شاء الله ما غادي يكون غير الخير. الله يوفقكم.